أهلا بكم في هذه المقابلة الخاصة مع وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل. شكرا لاستضافتنا بمنزلك. أهلا وسهلا باللقلوق شمال لبنان. شرفته. بشطبة قلم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ضم الجولان السورية المحتلة لإسرائيل. أولا، في أراضي محتلة لبنانية هي شبعة والغجر، سورية وما ترسمت الحدود، المفروض أنها لبنانية، لم ترسم الحدود. قانونيا وضعه شو حاليا؟ أنا بعتبر القرار الأمريكي بيعزز سورية الجولان، لأنه ما في دولة بالعالم تقدر تقبل بهيدي السابقة الخطيرة، أنه حدا يمنح شيء مش لإله لحدا مش لإله أساسا، لأنه هيدي سابقة دولية بتصفي بطال كل دولتين جارتين، بصير عندها خوف أنه يجي يوم رئيس دولة كبيرة يقرر أنه ياخد قرار أحادي. مشان هيك شفنا أنه الدول ما مش بس ما تجاوبت، رفضت هيدا القرار. بما يعني لبنان ومزارع شبعة، طبعا هيدا بالنسبة لنا أرض لبنانية، سكوكة لبنانية، ونحن رح نعمل كل ما يلزم لاستعادتها. أول شيء بوجه إسرائيل، لأنه إسرائيل هي اللي محتلتها، وتاني شيء لما يشار إلى كلام عن أنه إذا ما اعترف فيها سوريا أو لا، نعتقد نحن أنه من ضمن العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا، لبنان لازم يقدر ياخدها، ولكن هيدا حق لبناني حنطالب فيه بوجه مين مكان. لليوم هالعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا لم تفضي إلى ترسيم الحدود، هل واليوم لبنان على وشك أن يخسر أراضي ربما، هل لاحقت هذا الموضوع مع وزير الخارجية السوري؟ بعتقد كمان أنه من المرات القليلة، تما أقول للمرة الوحيدة كنا عم غلط، أنه لبنان بمعركة الجرود لما حرر أرضه بسلسلة جبال لبنان الشرقية، طلع شكل العالم اللبناني محل ما نحن منقول أنه هيدي هي. عم تحكي على الحدود اللبنانية السورية والمعركة ضد داعش. صح. فلا، لبنان بعلاقاته مع سوريا راح إلى مزيد من تأكيد على استقلاله وسيادته على أرضه، والعلاقات الندية مع سوريا، وهذه العلاقات الندية هي اللي فيها تكون مميزة، تخليها مميزة، وإلا ما بتكون مميزة. فما فيها تكون مميزة إذا ما كانت ندية. وبتعرفي قد ايه عشنا من مشاكل بين لبنان وسوريا، لو وصلنا لمرحلة صار فيها القبول المتبادل بالسفارات وبهالعلاقة الندية، وعلى هيدا الأساس فينا ويجبنا أن نرسم الحدود بين لبنان وسوريا، وخاصة بما يتعلق بمزارع شبعة، التأكيد على لبنانيتها واستمرارنا بالمطالبة فيها. وما ننسى أنه الفصيل اللي أكتر حدا يعني بيطالب وبيجاهد بهذا الموضوع هو حزب الله، اللي عنده العلاقة كمان اللي مميزة مع سوريا. أمريكا تقرر فأمريكا تحصل على ما تريد. أنت تقول أنه الدول العالمية، يعني المجتمع الدولي، رفض قرار أمريكا، لكن هناك خوف حقيقي أن تصبح الجولان إسرائيلية، هناك حديث عن صفقة القرن. هل تبلغتم بشكل رسمي عن مشاورات سلام مع العرب، بين العرب والإسرائيليين، بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ بعتقد يعني كلنا بنسمع مش رسمي، إنما ما يتناهى لنا لا يطمئن. والمعنى الأول بهذا الموضوع هو الجهة الفلسطينية، يلي كمان عم نسمع منهم كلام مباشر فيه كتير من القلق، وما يتسرب عن هالصفقة لا يوحي بأنها فيها تجيب سلام ولا أنها فيها تعيش. نتأمل أنها تكون قايمة على مبادئ العدالة لا تقدر تتأمن سلام حقيقي وتعمل توازن. هناك من يقول أنه بحكم الحقول النفطية المشتركة بين لبنان وإسرائيل، حكما على لبنان يوما ما أن يعني يعقد صفقة سلام مع إسرائيل. هل لبنان جاهز؟ هل أصبح بحاجة لهذا الموضوع؟ لا، بعتقد السلام مع إسرائيل أبعد من موضوع حقول نفطية. هي بالنهاية من حقنا إذا كانت بمنطقتنا، وإذا كانت مش من منطقتنا مش من حقنا. فما بعتقد هيدا عامل في حقول مشتركة مع إسرائيل. إيه، بس منه موضوع اليوم، كتير حقول مشتركة بالعالم يا بتسبب حروب يا بتسبب
مزيد سلام. من السلام او الاستقرار، او بالبدايه بيكون استقرار. بيشوفوا الناس انه لما بيتقاسموا اي مورد او اي شيء مشترك على اساس النديه وعلى اساس الحقوق المتبادله بيقوم سلام متبادل، انما على الاغتصاب والغصب والقوه ما بيقوم. طيب اسرائيل عدو حتى اشعار اخر، هل حدود لبنان مع اسرائيل محميه؟ هل حزب الله اللي هو حليف تيار الوطني الحر على تنسيق كامل معكم وانت وزير خارجيه انه ممسك بزمام الامور على الحدود، هل تعد بصيف؟ لا، نحن ما بين التيار وحزب الله في تفاهم بال2006 على حمايه لبنان وعلى الدفاع عن أرض لبنان من ضمن استراتيجية دفاعية. هذا يلي بس نحن مفهومنا الدولة اللبنانية. يعني سيسأل حزب الله تيار الوطن الحر قبل أي عملية عسكرية على الحدود؟ لا مش هيك، هو أعلن أكثر من مرة أنه هو ما نسق مع حدا من اللبنانيين أمر قام فيه، بس مش هون الموضوع. الحدود هو مسؤولية الدولة اللبنانية يلي جزء منه في حزب الله بالحكومة، أصبح بالحكومة وبالمجلس النيابي، بس هذا مش قرار يعود لحزب الله، هذا قرار يعود للدولة اللبنانية. مش إن هيك مثلا بموضوع ترسيم الحدود نحن عنا موقف مع وجوب الوصول لاتفاق، لأنه بهذا الاتفاق اللي عم نعمله عبر الأمم المتحدة أو عبر وساطة أمريكية عم نحقق ونستعيد أراضي وعم نحقق الحقوق اللبنانية. ف لما منحقق شيء بالدبلوماسية نعم. أو بالاتفاق نعم. نتيجته نفس الشيء، وهذا كسب للبنان. لكن أنا عم بحكي عن قرارات السلم والحرب، واليوم حزب الله موجود بثقله بالحكومة اللبنانية. قرار السلم والحرب اليوم مع مين؟ مع حزب الله أو مع الحكومة؟ بعتقد ولا مرة لبنان هو قام بحرب على إسرائيل تيكون هو أصلاً عند لبنان في قرار حرب. بس صار عملية أسر جنديين بـ2006. هيدا موضوع كان حجمه تبادل أسرى وانتهى بتبادل أسرى. إنما أكيد لبنان اليوم يعني حكومته ودولته وشعبه ما بدهم هن يعملوا حرب على إسرائيل، هن بدهم يحموا أرضهم ويحموا حدودهم ويحموا مواردهم من الاعتداءات الإسرائيلية. إذا فرضت الحرب على لبنان، لبنان عم بيرد وعم بيحمي حاله، ولكن لبنان لم يقم يوما بشن حرب على إسرائيل، ولا هيدا نية لبنان ولا هيدا الشيء اللي نحن منعتقد فيه. نحن كل ما نريده أن نعيش بحرية وبكرامة وبسيادة على أرضنا. هناك شعور بأنها دولة حزب الله، وهناك شعور بأنه لبنان ذهب إلى حضن إيران وخسر علاقاته مع دول الخليج ودول العربية. ماذا يقول وزير خارجية لبنان بهذا؟ أنا ما بعتقد أنه مصلحة لبنان أنه يكون بمحور أو بدولة مع دولة وضد دولة. يعني لبنان بنقي بكل موقف وين مصلحته بيعملها، أما أن يعني يوضع لبنان في خانة واحدة هيك على سوقة وعلى حسنتها بمعظم الأحوال، لا هيدا مصلحة لبنان ولا هيدا القرار اللبناني ولا هيدا. كيف العلاقات البيان مع دول البيان الحكومي مع السعودية مع الإمارات؟ نحن بنريدها أن تكون كتير منيحة لأسباب كتيرة، من مصلحة لبنان من مصلحة دول الخليج، ونحن عنا جالية لبنانية كبيرة هناك ساهمت بالخير ببناء الخليج، وما ردنا ولا يوم عملنا إلا الخير للخليج، ومنريد كمان أنه الخليج يشعر نفس الشيء تجاه لبنان. مشان هيك هالعلاقة عم بتبين أنها عم بلش ترجع تتحسن مثلا برفع الحظر، ولكن نحن بنطمح لأكثر من هيك بكتير. تعني رفع الحظر السعودي على السياح، على السواح اللبناني السعوديين في لبنان، ولكن مثل ما قلت لك نحن نطمح إلى علاقات متطورة وأفضل مما هي عليه اليوم، ومشان هيك عم نشتغل ليصير في توقيع اتفاقيات لتكون المملكة العربية السعودية وكل دول الخليج معنيين بلبنان بمساعدته بحمايته بالاستفادة من القدرات اللبنانية، وما يكون عندهم موقف يعني رافض أو معادة أو مبتعد عن لبنان. الابتعاد عن لبنان يخلق فراغ مش من مصلحة لبنان ولا من مصلحة دول الخليج، بالعكس الاقتراب من لبنان ولكن دون التدخل بشؤون لبنان الداخلية، مثل ما هن كمان ما بيريدوا أنه
وعن حق ومعهم حق انه لبنان ما يتدخل بشؤونهم الداخليه. المملكة العربية السعودية رفعت الحظر عن زيارة السواح السعوديين للبنان هذا الصيف بانتظار دول خليجية أخرى. ماذا تقول للسياح العرب ولبنان على يعني على أبواب صيف؟ أنا بقلهم هل تعد بصيف آمن؟ أنا بقول لهم هن بيعرفوا وهن بيحسوا إنه لبنان بلدهم التاني، وهن بيعرفوا قد إيه اللبنانية كيف بيستقبلون، كيف بيعاملون، وقد إيه بيحبون، وهن بيعرفوا أنا قد إيه بيحبوا اللبنانية. هيدي العلاقة بين الشعب اللبناني والدول العربية شعوبها كلها والخليج تحديدا، هيدي علاقة ولا مرة إلا ما كان فيها كتير من الود. حرام إنها ما ترجع للحماوي نفسها، ونحن مشتاقين لهم ونقول لهم أهلا وسهلا فيكم بلبنان، على طول مرحب فيهم. رح يكون صيف آمن. لبنان تعرفي مع كل النار يلي حواليه قدر حافظ على استقرار وعلى أمان، وعم نشهد مرحلة فيها الأمن كتير منيح. ونحن إذا نصاب حدا يعني نحن نصابنا، فبينصاب أوقات لبناني بلبنان، بس ما نصاب خليجيين ولا منريد أنه ينصاب أي مواطن لأي دولة على أرضنا. نحن بلد مضياف منستقبل، وحتى لما عم ننضر وننأذى من 1.5 مليون سوري ومن 500,000 فلسطيني ما عم نظهر لهم إلا الإنسانية والمودة والمحبة، لأنه هو عن جد هيك شعور. مع أنه متهم لبنان بأنه عنصري بالتعامل مع، ما بعرف إذا في دولة بالعالم سمي لي دولة واحدة مش هلا بتاريخ البشرية كلها تحملت 200 نازح بالكيلومتر المربع، تحملت نصف شعبها نازحين. سمي لي دولة واحدة عربية أو غربية قدرت تحملت ودفعت هالقد، ولليوم شعبنا ما أظهر أي مظهر عدائي، وأنا بدعي ضلوا هيك على محبته وإنسانيته وأخويته لضيوفنا، ولا مرة دولتنا لليوم طردت مواطن واحد. نعم. ما بعتقد أوروبا كلها 500 مرة أكبر منا واقتصادها 5000 مرة أكبر منا ما تحملت عدد النازحين اللي تحملوا. مع النازحون السوريون تقولون أنه أصبحوا عبئا على لبنان. ذهبت لروسيا والرئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية ذهب أيضا لروسيا، هل طلبتم من الروس المساعدة بحل مشكلة النازحين؟ لقلك بصراحة أو المساعدة بعودتهم. السورية أقرب من روسيا لقلنا يعني، لكن الناس يعني معظم النازحين هون معادين للنظام السوري. لا لا ما بقول هيك، اللي عم بقوله أنا ولا مرة بربط موضوع النازحين فقط بالعلاقة مع سوريا. أنا عطول بقول إنه في قسم بيرجع بالعلاقة مع سوريا، في قسم بيرجع بالعلاقة مع المجتمع الدولي، والقسم الأكبر من الاثنين بيرجع بعلاقة اللبنانيين بين بعضهم باتفاقهم بأنهم يطبقوا القانون اللبناني. فبس عم بقول لك هيك إنه ما بدنا نروح على روسيا مشان موضوع النازحين، أو أصلا الروس عملوا مبادرتهم ما سألوا حدا ونحن أيدناها لأنه بتناسبنا، واللبنانيين كلهم أيدوها، مشان هيك بهالمعنى تناسبنا المبادرة الروسية. أول شيء لأنه من دولة كبرى عم تعطي غطاء سياسي للعودة، ولأنه اللبنانيين متفقين عليها. إنما هيدي المبادرة الروس ما بيقولوا إنه بتنعمل بمعزل عن الجانب السوري، هني بغض النظر عن هيدا الشيء، أنا بعتبر الشيء الأساسي اللي بينعمل تيرجعوا السوريين على بلدهم تدريجيا، مش فرد مرة ولا بكرة، بالتدريج وبشكل آمن وكريم، هو إنه تنعطاهم مساعدات لعودتهم، مش تنعطاهم مساعدات لبقائهم حيث هم يعني لبنان. أموال كاش يعني؟ لا، هن نفس الشيء عم ينعطاهم هون، نفس الشيء ينعطاهم بس يرجعوا، مش ينقل لهم إذا رجعتوا تخسروا المساعدات اللي عم تاخدوها بلبنان. بالعكس بينعطاهم نفس الشيء اللي عم ياخدوه بلبنان، وهو أرخص لأنه الحياة بسوريا أقل. معالي الوزير، أنا زرت قرى في سوريا بحلب وإدلب ودرعا مدمرة بالكامل، وين رح يعيشوا؟ لكن نحن اللبنانيين ب 2006 لما تدمر الجنوب، مش تاني اليوم رجعوا الجنوبيين وبنيوا الخيم قرب منازلهم المهدمة بعد وقف إطلاق النار. بعد وهلا اليوم نحن ما عم نقول يرجعوا على أماكن ما فيها سلام وأمان وفيها إطلاق نار، بالعكس محل كتير يلي عم بيصير فيه مصالحات من الحكومة تجاه الناس بين بعضهم، قبائل، طوائف، مجموعات سكانية، عم بيصير كتير مصالحة حيث أمكن، حيث
المنازل مش مهدمة، حيث السوريين عم بيقولوا انه هن بيقوون بمدارسهم باماكنهم العامة، حيث بيقدروا يرجعوا يعملوا موطئ قدم ويرجعوا يبنوا منازلهم، بحيث في امان وسلام وما في مشكل سياسي او امني مع النظام بسوريا. عم نقول انه هون ناس حرام ما يرجعوا. نعم. وهو هن الأكترية الساحة. انت بتعرف قد ايه في سوريين ناسحين معهم بطاقة نزوح وبيطلعوا على سوريا وبيرجعوا وبيشتغلوا بلبنان، بيطلعوا مصاري وبياخدوا مساعدات نزوح، سكن وصحة ومساعدات اجتماعية وتربية، تدعو هؤلاء إلى الحياة. حرام هودي هذات الشيء نعمل لهم تيرجعوا. طيب. لماذا لبنان برئاسة ميشيل عون الحليف أو العدو اللي كان من أشرس الأعداء لنظام السوري في الماضي في التاريخ، اليوم أكثر من يطالب بعودة سوريا للجامعة العربية؟ مش مفهوم موقف لبنان برئاسة ميشيل عون والتيار الوطني الحر لما نعرفه عن العداء لسوريا، شنة حرب. ما أنه لما كانت سوريا بالماضي. في لبنان نحن الوحيدين اللي واجهناها، وقلنا لما بترجع سوريا لسوريا بدنا نعمل معها أحسن العالم. وهلأ ليه بدك ترد على الحضن العربي؟ لأنه هيدي مصلحة لبنان، هيدي مصلحة سوريا، وهيدي مصلحة الجامعة العربية. وخليني أقول لك شغلة، أنا بأكد لك أنه ما صار في أي اتصال بيني على الأقل وبين السوريين بموضوع عودتهم، ولا حدا راجعني بهذا الموضوع. أنا رأيت أنه مصلحتنا أنها ترجع سوريا، وتذكريني سجلي علي بهالمقابلة، سيأتي اليوم القريب يلي كل الدول العربية تطلب بعودة سوريا، لأنه مصلحتنا أن سوريا تبقى بالحضن العربي، لا نرميها في أحضان أخرى. طبعا سوريا مش ستعود، مش لكن المشهد. سوريا بشار الأسد أو سوريا من... تعرفي أنا من كم مسؤول خليجي سمعت استياء من أنه ولو في مسار أستانا تحل فيه كتير من المشاكل بقلب سوريا، من تهدئة واستتباب وضع، وما في ولا دولة عربية مشاركة. صرنا عم نحكي انه ايه منروح مراقبين. معالي الوزير، في نص مليون شخص انقتلوا، في شعب نزح باكمله من الى داخل سوريا والى خارج سوريا، هل ستقبل الجامعة العربية ببشار الاسد بين صفوفها؟ لانه في نص مليون قتلوا وفي شعب نازح، لازم هيدا الشعب يرجع الى حضنه العربي، كي لا نخسر نحن العرب شعب عربي مثل هيدا نتركه مشرد بالعالم، هيك بنربحه بتشريده. وبعدين كلنا عم نقول، واول حدا لبنان، انه نحن ما منريد نتدخل، السوريين يقرروا يلي هن بيريدوه ونحن معهم بقرارهم. نعم. اختاروا بشار الاسد او ما اختاروا بشار الاسد، هيدا شيء ما بيعنينا لا نحن ولا الدول الاخرى، هيدا شيء بيعني الشعب السوري. ما القتال كرمال يصير فيه ديمقراطيه، طب خليهم هن بديمقراطيتهم وبانتخاباتهم الحرة يقرروا هيدا الشيء. لا يخفى على أي من يزور لبنان، سواء عنده عائلة أو سائح عربي أو أجنبي، الوضع الاقتصادي الصعب. هل نحن أمام ثورة اجتماعية تتخطى الأحزاب؟ يعني إلى أي مدى ممكن أن تمسكوا بالأرض، سواء يعني المواطن تابع لتيار الوطن الحر أو المستقبل أو حزب الله فيما هو جائع؟ صدقيني أنه أنا ولا يوم بقدر أحكي بهذا الموضوع فكر أنه أنا جزء من سلطة أو جزء من تركيبة ونظام. أنا من يعني نحن من كنا ندعو الناس إلى الثورة ورفض الفساد والانقلاب على طبقة سياسية أوصلت البلد إلى هون، ونحن هذا الشيء منلاقي فيه خير، إنما ما يكون خاضع لا لفوضوية واحد، واثنين لا لأجندات خارجية. إنما أي فوضى، أي نقمة من الناس محقة ورشيدة وواعية لما تطالب به أكيد. شو المجتمع المدني؟ ما نحن على طول مطالبين بأنه يتحرك. مين المجتمع المدني؟ هو الناس، هو ما في مجتمع بالعالم بيكون كله حزبة. الأحزاب والتيارات السياسية بتاخد قد ما كانت حصصها بلبنان، للأسف أكتر لأنه كمان بتلحق الطوايف القصة. إنما ضروري أنه بس الجوع ما بيعرف طايفة 100%. مشان هيك إيه على يا نحن بدنا نصلح الوضع للناس،
وبالاشياء اللي عم نطالبها يلي اوقات ما بيرضوا فيها هل الناس. صحيح انه الاقتصاد اللبناني على شفير الانهيار؟ او الناس اللي حق انها تنقلب علينا، وانا بقول لك الاقتصاد اللبناني ليس على شفير الانهيار، ان نحن قمنا بالاجراءات المطلوبه يلي معروفه، وصفه طبيه اقتصاديه صحيه معروفه لا تخطئ، وما فينا اذا اعتمدناها مش بس ننقذ الاقتصاد بسرعه قياسيه بيستعيد حيويته ونشاطه، اذا ما عملناها نحن امام خطر الانزلاق المتمادي. من وصفات الطبيه اللي عم تتحدث عنها، لما قدمتم التزامات من قبل لبنان لصدر اصلاحات ومحاربه الفساد، وين صارت هالأمور؟ انا بقول هيدي مش التزامات بقدر ما لنا اصلاحات علينا ان نقوم فيها، مش عاوزين حدا يفرض علينا، نحن صدقيني نحن بنختارها، اخترناها وفرضناها، مشان هيك انا ما بقبل حدا يحكي معي بمنطق انه انتم يعني كانه صار صدر الزام دولي علينا وبعد شوي بصير مقابل شيء تاني قد لا يكون من مصلحتنا. هاي الاصلاحات لازم نحن نعملها، اذا في دول عم تربط مساعداتها لقلنا بتحقيقها عظيم، فليكن حافز اضافي للبعض لانه يقوم بهالاصلاحات، بس قد ايه لنا نحن منطالب فيها الاصلاحات بالموازنه، بالاقتصاد، بالتهرب الضريبي، بالهدر، بالفساد، وما اكثر من الامور يلي وصلنا لمحل خد السياسه الماليه يلي نحن عايشين بدوامه. يعني اذا تركنا الليره تنهار كارثه ودعمنا للليره كلفتها كتير غاليه، بالوقت اللي فينا نعتمد سياسه ماليه تحفظ استقرار الليره وتخفض الفوائد وارباح المصارف والبنك المركزي وكل هالمنظومه المصرفيه اللي هي عصب اساسي من اقتصادنا ضل محافظين عليها، بس يكون ربحها مقبول قدام انعاش الاقتصاد ودفشه الى مزيد من الانتاجيه. امور كثيره يمكن ما تكون بتهم يمكن المشاهد العربي هي داخليه، وانما تنقول انه لبنان بلد قوي، اقتصاده قوي، شعبه قوي، ريزيلينت بكل معنى الكلمة، قادر ينهض بسرعة. مش مطلوب إلا أنه الدولة عبر هالموازنة اللي بدها تنحط والإصلاحات المتتالية اللي نعملها أنه تعطي الدفع اللازم للمبادرة الفردية بلبنان وللقطاع الخاص بلبنان وللإنسان اللبناني القوي هو بينهض بهذا الاقتصاد. باختصار إذا سألتك ما هي مشكلة لبنان الوحيدة، شو أول فكرة بتخطر لبالك؟ تجاذبات الخارج الكتيرة، نحن على خطة كل هالتقاطعات هيدي، ومن برا كل هالشد، ومن جوا تجاذبات الداخلية كمان يلي هي كتيرة. نحن بلد منوع لدرجة انه عم يدفع ثمن تنوعه، وانه قدرنا بمحل نعيش التنوع ضمن الوحدة، ولكن عطول بتجي ايدان الخارج اللي هي اقوى منا وبتلحقنا فيها، تتقاسمنا بالطوائف بالتوجهات يعني الدولية والإقليمية وغيره. الوصفة هي استقلالية لبنان الكاملة سياسيا واقتصاديا. بقول لك لا، انت ما فيكم مستقلين، بلا فينا نكون مستقلين اخدين بعين الاعتبار مصالح الآخرين ومصلحتنا معهم، بس ما نكون توابع، وهيدي مشكلتنا الأساسية. سؤال أخير وشخصي، جبران باسيل ماروني، المارونيون يعني دايما مخولين يكونوا برئاسة الجمهورية بحكم المذهب، وانت بمقتبل عمرك المهني السياسي، هل يوما ما ستصبح رئيسا للجمهورية اللبنانية؟ هل تطمح لذلك؟ مش بالمدى القريب بالضرورة. طالب الشيء فاقده بعتبره، خاصة بهيك موضوع، واكيد هذا موضوع انا ما بريد احكيه، طالما العماد عون بما يمثل لإلي ولقلنا هو على سدة ما عم بحكي الآن، بعرف ولا عم بحكي بعدين، أنا هذا كل شيء سابق لأوانه مش مناسب أنه ينحكى فيه. هل أنت قلق على المسيحيين في لبنان؟ أنا قلق طبعا على المسيحيين، قلق عليهم في الشرق، ليك فلسطين، ليك العراق، ليك الأردن، ليك سوريا مؤخرا، ولكن لبنان خلافات مسيحية مثل اللبنانية، ولكن لبنان ما تعرضوا له. بس أنا كمان أقلك مش بس عليهم، أنا أقلك على كل التنوع اللبناني وعلى كل التنوع المشرقي، وقلقي عليهم قد قلقي على المسلمين لما صارت حادثة نيوزيلندا
بالصميم انجرحت، مثل حادثة سريلانكا امبارحة، لأنه هيدا تطرف بيولد تطرف تاني. ونحن بعتبر نحن جسر بين الطوائف، بين الشرق والغرب، نحن جسر التواصل، قبول الآخر، التنوع. هيدي قوة لبنان وقدرته. لا مسيحي لبنان ولا مسلم، وعندما يعني مكون بروح بيفقد قيمته لبنان ورسالته بتنتفي. وهيدي الفرادة اللبنانية يلي مصلحة العرب انه يحافظوا عليها. مشان هيك بقلك ايه، ما بدي يكون بمحور، ما بدنا لبنان يكون بمحور. لبنان قدر يكون على كل المحاور بدون ما يتناقض، بدون ما ينفجر، وهيك بأمن مصلحته. وين في شيء على محور بيناسبه بيروح فيه للآخر، وين في شيء ما بيناسبه بيرفضه للآخر. أنا هيك بشوف لبنان. وقتها بيصير لبنان لون واحد وفيه أحدية، هذا ما اسمه لبنان.